أكيد بنكمل مع حضراتكم كلامنا في يعني تعدد الأبناء أو زيادة النسل. يمكن اتكلمنا قبل كده من الناحية القانونية، محتاجين بقى نتكلم وده الأهم من الناحية النفسية على الأولاد أو على الأطفال. بلاقي أهالي كتير الحقيقة جدا يقولك أنا موفر لابني كل حاجة، أنا معيشه في عيشة كويسة، أنا جايب له كل حاجة، مدخله كلية كويسة، مدخله مدرسة كويسة، لكن الحقيقة مش هو ده المهم. الأهم من كل ده إن أنا أعتقد إن أنا أوفر له بيئة صحية مناسبة ليه. انا معاكي جدا يا اتنين. عايزه اقول لك كمان ان زياده عدد النسل بيعمل مشاكل ليتر اون، يعني مثلا الاهتمام بيقل، الرعايه الصحيه اقل، التعليم اقل، يعني الفرص عنده بتقل، كمان بيحصل جاب ما بين الاهالي واولادنا ومثلا بيفرقوا ما بين واحد والتاني، فبيحصل مشاكل بعدين. كل ده هنعرفه مع دكتور ريموندا رؤوف، استشاري الصحه النفسيه ومعلم التربيه الايجابيه للوالدين. اهلا بيكم. ازيك يا ريموندا؟ ازيكم، انت منورانا النهارده. ده نوركم، اتشرفتني معاكم. يعني اتشرفتني معاكم النهارده. في البدايه عايزه اعرف منك ايه السبب الاساسي اللي بيخلي الاهالي يتجهوا للفكر ده؟ بصي، للاسف هو موروثات، يعني احنا عندنا افكار موروثه كده، زي فكره انه انا عايز عيال عشان تبقى عزوه، او عايز عيال عشان تبقى سند، صح، او علشان يكونوا بيسندوني في الحياه، وكان انا المحور، يعني كاني مش عايز العيال عشانهم، انا عايز العيال عشاني. وده في شكل للاسف لو خدنا بالنا منه شكل من الانانيه. انا مش بخلف عشان نفسي، انا بخلف عشان اقدم حب للاطفال، ادي جيل ينفع نفسه وينفع البيئه وينفع وطنه، فانا وكاني انا محور الحياه. فللاسف الموروثات القديمه دي اللي اثرت علينا. فعايز سند، عايز عزوه، عايز عشاني انا مش عشان الاولاد، وده بيكون السبب الرئيسي. يعني شايفه ان الموضوع يعني زمان كان الناس، ويمكن زي ما كنا بنتكلم بنقول ان افلام زمان والحاجات في الملحفي دوم العروسه والحاجات الحلوه، انا بحب الافلام طبعاً دي طبعا كلنا، بس فكره ان انا بخلف وكمان ب ب ب زي ما بنقول هي حاجات موروثه، ان انا بودي لاولادي كمان الفكر ده، خلفوا واربطي الراجل بالعيال. لا يا جماعه، وانت مش هتربطي الراجل، ما انت عارفه كده ممكن تطلبي معاكي قرطه عيال قد كده وانت تلبسيهم بعد كده. بالظبط. فشايفه حضرتك الى اي مدى لغايه دلوقتي برضو الفكر ده لسه موجود زي بتاع زمان، ولا لا يمكن قل شويه؟ بصي، برافو عليكي نرمين انك قلتي النقطه دي، لانه دي ربت عقلنا الباطل بقى عندنا بشكل لا ارادي كده في مخنا، من غير ما نشعر، من غير ما نحس ان هي دي الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، موجوده في ذهننا. يعني نتعلم ونكبر ونتربى ويكون عندنا ثقافات ونتعلم احسن تعليم، ولسه جوانا في العقل الباطن ماما تنصحني النصيحه دي، بابا ينصحني النصيحه دي. ليه؟ احنا اتربينا على كده. عشان كده احنا دايما بنقول احنا لازم نعافر ضد التربيه اللي احنا اتربينا عليها، او ضد الافكار اللي في دماغنا، نفلتر الفكره نفسها، شوف الفكره دي صح ولا غلط. زي ما انت قلتي دلوقتي وطرحتي، يمكن تكون قلت، وده نظرا للتوعيه ودور الاعلام والفن على فكره والمجتمع والثقافة زادت قوي، مش انا حاسه الموضوع برضو قل طبعا هو الاول فعلا، دي حقيقه، بس خلونا نعترف انه لسه موجود. لسه موجود طبعا. انا دايما اشوف مثلا صحابي اللي لسه متجوزين اهاليهم مثلا مامته مثلا ما فيش حاجه جه يا حبيبتي، هو لسه يا ماما هي لسه متجوزه الجن الاولاني، طب التاني التاني جاي امتى يا جماعه؟ مش خوي بقى، لا انا خوي بقى بالظبط، وخصوصا لو مقتدر ماديا مش مشكله، جيب بقى براحتك، جيب بقى، وكان احنا بنك مش بشر. يعني دايما بحب افكر كده، يعني ايه اللي ميز، يعني ربنا ميز الانسان عن الحيوان بايه؟ ما هو الحيوان بيتجوز ويخلف، صح ولا ايه؟ لكن احنا ربنا ميزنا بالعقل، فعشان كده لازم احنا حتى لما ناخد قرار الجواز مش بس الخلف، نكون بنفكر يا جماعه احنا هنتجوز ليه؟ مش عشان الناس بتتجوز، احنا هنتجوز عشان انا بشارك حد، شريك حياه، وبالتالي لما هخلف هقدم حب، انا حبيتك وانت حبيتني، في علاقه زوجيه جميله متزنه فيها صحه نفسيه، فبالتالي هدي ده بقى للابناء. فاحنا مش عندنا الاهداف، احنا بنعمل زي ما الناس بتعمل للاسف. يعني للاسف. طب ريموندا، عايز اسالك سؤال هنا بقى، مين اكتر حد بيتضرر من فكره تعدد الابناء؟ هل مثلا الاب عشان عليه مسؤوليه ماديه كبيره، الام، لان طبعا المسؤوليه بتتضرب في اربعه وخمسه للأسف. ولا الاطفال بقى؟ بصي، هو للاسف هو كل الفئات في البيت بتتضرر، بس بما انك قلتي اكتر حد بيتضرر طبيعي هو الطفل. تعالي نتخيل كده، يعني بحب اخد المثال ده عشان الامهات تفهمنا اكتر. دلوقتي مثلا لو انا عندي ازازه ميه وبقول ازازه الميه دي هتملى كوبايتين ميه، خلاص، فانا قلت لا انا هملى بيها اربع كوبايات، ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ يعني هملاها بشكل قليل، مفيش مساحه، خلاص الكوبايات مش مليانه. مع فرق التشبيه، بس تعالوا نتكلم بقى على الاب والام. الاب والام عندهم طاقه نفسيه، مش بتكلم على الماديه بس، الفلوس مش كل حاجه، لكن ربنا رزقنا بطاقه نفسيه، فبالتالي الطاقه النفسيه دي
ممكن تكون انت عارف بعقلك، ربنا ادانا عقل عشان نفكر، فيعني عقلها وتوكل، فانت بتعقلها، فلما تعقلها تقول انا قدرتي النفسيه انه دلوقتي في طفل، خلاص احنا استعدنا طاقتنا تاني، فممكن نجيب طفل تاني. لكن نخلف عشان الناس بتخلف كتير، فبالتالي ايه؟ طاقات مهدره، انت مش عارف تاخد بالك منهم، مش عارف تربيهم بشكل صح، مش عارف تسدد احتياجاتهم النفسيه، مش بنتكلم عن الماديه. وشفنا ده اعتقد في فيلم افواه وارانب للفنانه فاتن حمامه، هي اختها كانت مخلفه اولاد كتير جدا جدا جدا، وهي الام نفسها مش عارفه اولادها بيعملوا ايه ولا فين، هي مش مركزه معاهم. فانا اعتقد ان احنا لما نخلف عدد كتير جدا حتى لو مقتدرين ماديا، ملهاش علاقة على فكرة، أنا بتكلم بقى على نفسية الطفل، إن أنا غصب عني إن أنا معايا فلوس بس غصب عني أنا بشتغل، ما أنا عندي حياتي، أنا كأم برضو أنا عندي أو ست عندي حياتي، عندي شغلي، عندي أهلي، عندي ثلاث أربع عيال، عندي باباهم، فغصب عني مش هدي كل حاجة حقها. في شغلي هبقى مقصرة، مع أهلي هبقى مقصرة، مع الأولاد هبقى مقصرة، مع الزوج نفسه هبقى مقصرة. عايز أقول لك يا نرمين كمان هيبقى فيه تفرقة في الاهتمام، يعني تلاقي ولد واخد اهتمام عن طفل تاني، الاب اصلا مش عارف ابنه في سنه كام، انت طبعا سنه انت خمسه ولا في رابعه ولا عاملين. هم للاسف الاباء دلوقتي مدركين انه انا بنك بجيب فلوس وبس، وانت بتعملي كل حاجه، وعارفه تحديدا لو كمان مخلفه ايه مثلا. دي بقى شفتها بعينيا، ان مثلا في اسره مخلفه ثلاث بنات وولد، الولد ده بقى انت مش فاهمه واخد اهتمام طبعا عشان ايه؟ يعني هو يعني هو ولد وفي بنت، يعني عادي هو بني ادم على فكره، هو بني ادم عارفه. فالبنات بتطلع نفسيتها حتى متضايقه، يعني فكره ان ايوه ايه الفكره، ما هو ده ولد، ودي التربيه بقى الغلط، ان احنا نقعد نربي لا ده اخوكي الولد، قومي اعملي لاخوكي مش عارف ياكل، قومي اعملي لا على فكره مش صح. مشكله من ضمن الحاجات اللي بدرب فيها جوه التربيه حاجه اسمها التربيه الجنسيه. يعني ايه التربيه الجنسيه؟ يعني اخد اتجاه صحي ناحيه جنسي والجنس الاخر. يعني ايه؟ يعني انا بنت بشكر ربنا انا بنت عندي رساله في الحياه، والولد برضو عنده رساله في الحياه. التفرقه دي بقى بتحسسني انا ان انا مش واثقه في نفسي، فاقده الثقه في نفسي، مش طايقه الجنس الاخر صح، لان هو دايما هو احسن مني صح. فتخيلي ده بيؤدي لايه بعد كده؟ بصي رايحين على فين؟ زيجات فشله، عايزه تتجوز بقى بسرعه عشان تاخد حريتها وتاخد وتلاقي طموحاتها مش موجوده صح. فتفشل هذه الزواجات. ليه احنا دلوقتي بنشوف عائلات كتير بتتفكك بشكل اسرع؟ مش احنا مدركين ده دلوقتي، بنشوف ده طبعا. زمان ما كانش كده، عائلات كانت اكتر استقرار. اشكرك ليه؟ لان المشكله اساسيه في التربيه بسبب اللي انت قلتيه دلوقتي. انا مين برافو عليكي على النقطه دي، ان انا بعمل اتجاه جنسي خاطئ، انا بخليك بحسسك يا اما اكثر قدرا يا اما اقل قدرا، مع ان ربنا خلقنا كلنا زي بعض. يعني ده مش قصد ربنا لحياتنا، يعني قصد ربنا لحياتنا ان كل حد يكون عنده اتجاه صحي ناحيه نفسه وناحيه الاخر. حقيقي. طب عايزاكي تقولي لي بقى التاثير النفسي او السلبي على الاطفال في تعادل الابناء. بصي اولا انه الاطفال بتحس ان هي مش عندها حاجتين مهمين قوي، دول الاساس في اي تربيه، بنسميهم مثلا رجلين التربيه، الانتماء والاهميه. يعني انتماء واهميه، يعني انا منتمي للمكان ده، مكاني بيتي ده مكاني ومهم صح. فتخيلي لو انا احنا كتير ومنسي، يعني وجودي زي عدم، تلاقي الاطفال حبايبي يقولوا لي انا حاسس انه انا موجود زي كاني مش موجود منسي. فانت لا حاسس بانتماء ولا حاسس باهميه، فهذا الطفل هينقصوا هذا الاحساسين المهمين جدا في حياته. ده مش بس بيأثر عليه في طفولته، ده بيأثر عليه لما يكبر بقى، دايما فاقد احساسه انه انا لا انا مهم ولا انا حاسس. خصوصا الوسطاني حتى يقولوا ميدل تشايلد سيندروم، بيصعب عليه جدا فعلا. دي حقيقه، هو لا لاحق يبقى كبير ولا لاحق يبقى متدلع، ولا متدلع ولا خد الاهتمام بتاع الكبير للاسف. ودي نقطه مهمه جدا، وبيبقى سببها الاساسي ان احنا بنجيب من غير ما نكون واعيين ان كل حد ليه احتياجاته. حتى دايما يقولوا لنا اجدادنا ايه؟ صوابع الايد مش زي بعضها صح. يعني حتى التربيه ماما تقول لك انا ربيت الاول زي التاني، بس انا مش عارف حصل ايه في التاني، لانه ما ينفعش يتربوا زي بعض. وده يخليني اخد حضرتك لنقطه ثانيه، وان دايما بشوفها برضو وممكن اكون انا بقى في، انا عندي ولد واحد بس، ممكن اقعد اقارنه. خلينا نرمين خلينا نعترف احنا كلنا واعيين عادي جدا، تربيه بقى عادي. يعني لا بس انا نفسي بقعد اشوف مثلا ابني وولاد اختي اقول له شفت يا يوسف مثلا زينه مش عارفه لازم تبقى زي شاد. النقطه دي نقطه انا ايقنتها مؤخرا ان هي نقطه خطر ما ينفعش اصلا تتعامل. ازاي اقدر اتعامل مع الطفل بحيث ان هو ما خلقش عنده نوع من انواع الغيره، او ان انا احسسه بالغيره من اخواته او من ولاد خالته او من ولاد عمته؟ اتعامل معاه ازاي؟ زي مثلا الطفل ده
مش شاطر دراسيا مثلا عنده يعني ما كل الاطفال مش ممكن يبقى مش شاطر دراسيا بس عنده ميزه في حاجه تانية بيلعب مثلا رياضه متميز فيها فازاي ما اخلقش جواه وانا كأم غصب عني ببقى عايزه ابني احسن واحد في الدنيا بس بيبقى غصب عنه في غيره ناحيه ولاد خالته ولاد عمته ولاد عمه واخواته فازاي اعمل ده مع الولاد. في رساله كده دايما بحب اقولها نرمين لكل الاباء والامهات وحتى لما للاطفال والمراهقين بقول لهم ايه قارن نفسك بنفسك ما تقارنش نفسك بحد بغيرك بنفسك انت فمثلا لما نقول لبابا وماما على ابنائهم قالوا ماما قارني ابنك بنفسه هو امبارح مثلا جايب 5 من 10 انا يهمني النهارده اجيب 6 من 10 بس كده ما يهمنيش ابن عمه ابن خالته ابن مش عارفه مين دايما بنقول احنا كلنا عاملين زي طبق الفاكهه ما ينفعش اقول التفاح احلى ولا البرتقان لا صح. ده حاجه وده ده ليه فيتامينز بتاعته وده ليه الفيتامينز بتاعته فبالتالي كل حد ليه كيانه فاقارنه بنفسه وكمان دي تاخدني الحته خليتيني اخد بالي منها الذكاءات المتعدده ما هو كل حد عنده ذكاءات متعدده طبعا. في حد شاطر دراسيا في حد شاطر رياضيا في حد شاطر حسابيا جزء بس في الذكاءات فركزي على نقطة التميز بتاعته وعدي الباقي أزق فيه.